البلاد الإسلامية كلها، البلاد العربية كلها، منطقتنا الخليجية كلها، البحرين، ليس من ذلك إلا ونحن محتاجون لإطفاء النيران فيه لا لإشعالها، لإخماد الفتن لا إثارتها، لم شمل المسلمين لا تفريقهم. والمسؤولية في كل ذلك وإن كانت مشتركة بين الحكومات والشعوب من كل أهل المذاهب والتوجهات، إلا أن المسؤولية الكبرى في كل من جانبي التهدئة والإثارة إنما تقع على عاتق الحكومات بلحاظ ما تحت يدها من مختلف إمكانات الأمة وقدراتها، وبما لقراراتها وسياساتها من نفوذ وفاعلية وامتداد، وبما تمتلكه من أجهزة تنفيذية هائلة. الحكومات هي التي تخلق الأزمات وتستطيع أن تخفف منها وتعالجها، وهي التي تشعل الحرائق وتملك في العادة أن تطفئها، وهي التي تختلق كثيراً من الخلافات وتديرها لمصلحتها وتتحكم في تصعيدها والتخفيف منها. تمتلك الحكومات الكثير من إمكانات الحل للأمور المتأزمة وإنقاذ الأوضاع من مزيد من التدهور بما يعود لحياة السياسة والاجتماع والاقتصاد، لا بفتح أبواب السجون وسياسة الاغتيال ومطاردة العلماء والشرفاء واعتماد الرعب والنار والرصاص وخنق حرية التعبير ومصادرة الرأي المعارض وإثارة النعرات والأحقاد، وإنما بالعدل والإنصاف والمساواة والاقتراب من الشعوب واحترام إرادتها والاعتراف بحقها وحريتها وكرامتها. محلياً تتخذ السلطة مساراً شاداً جداً معاكساً لما تتجه إليه الساحة العالمية، حيث تجد هنا التراجعات المتتابعة في رعاية حرمة الإنسان وكرامة المواطن وتصاعد مسلسل انتهاكات لحقوق المواطنة والتضييق على الحريات ومصادرتها والاستمرار في حملات الاعتقالات ومداهمة البيوت وهتك حرمتها واستباحة محتوياتها وإرعاب أهلها بمن فيهم من امرأة وطفل وشيخ كبير طاعن في السن وإذلالهم. في البحرين يسقط قتلى، يكثر الجرحى، تتعدد الإعاقات، تمتلئ السجون، يعم الرعب المناطق السكنية، تستباح حرمة البيوت، تلغى جمعيات سياسية، والذنب واحد، هو أن تعبر عن رأيك السياسي ولو بأهدي الأساليب السلمية وأظهر الطرق من ناحية القانون. السلطة اليوم لا تمتنع من إعطاء الحق فحسب، وإنما تأخذ بأشد أساليب القمع لئلا يرتفع صوت مطالب بحقوق الشعب. إنها تذهب إلى أن بقاء الواقع المستبد الظالم هو قدر هذا الشعب، وعليه أن ينهي أي تفكير له في الإصلاح والتغيير، ويقبل مرغماً أو راضياً بموقع التبعية الذليلة والهوان والانسحاب. ما يجري في حق شعب البحرين من انتهاكات فظيعة ومآس ومصادرة للحقوق وإرعاب وإخافة وإذلال وتكميم أفواه وإفراط في استعمال القوة ضد حرية التعبير عن الرأي لا يمثل سياسة ظالمة محلية فحسب، إنما يمثل توافقاً سياسياً واسعاً على مستوى الكثير من الدول العربية الخليجية وغير الخليجية والدول الكبرى المساندة، يرافقه دعم عملي لسياسة التنكيل بهذا الشعب، وكأن شعبنا المسالم القليل في عدده يمثل تهديداً جدياً للعالم، وأن للعالم في ذمته جرائم لا تغتفر، ويمثل في نظره قمة الإرهاب.
وهذا الشعب شعب مسالم صابر صامد قد آمن بربه وبقيمة ذاته الإيمانية والإنسانية وبحقه في أن يعيش حراً كريماً عزيزاً، وقد رأى أن من حق حريته وكرامته وعزته عليه ألا يسجد لغير الله سبحانه. فإن كان هذا هو ذنبنا عند كل ظالمين والذي نستحق عليه المحق، فإنا مصرون على هذا الذنب وإننا لصابرون. ومن جهة غلق جمعية أمل، فهو مفردة من مفردات فوق العد لمصادرة حرية الكلمة الصادقة ومحاربتها وخنق الصوت الناطق بالحق، وهو تهديد لكل الجمعيات السياسية المناهضة للظلم على أنه غير قادر على إسكات الصوت الحر للمواطنين الغيارى من منتسبي جمعية أمل والجمعيات الأخرى وغيرهم ممن ضاق صدرهم بالظلم وسياسة الإذلال. وإعادة الحقوقيين نبيل رجب إلى السجن إعلان بأنه كما لا مكان للكلمة السياسية المعارضة، لا مكان للكلمة الحقوقية الفاضحة. ورغم ذلك سيبقى الشعب يقول كلمته من دون أن يتنازل عن حقه في التعبير عن رأيه والحرية والعزة والكرامة واستعادة كامل الحقوق.